اليوم جوج درولوات، جوج درولوات ب 1000 ريال، جوج درولوات، الرولو اللي فيه 10 متر و 10 متر حتى هو 1000 ريال، حتى هو جوج درولوات ب 1000 ريال. هذا الزرق هذا الله، هذا سناكت الحوت، هذا الصفر كيبان لكم هنا عادي، ها هو هنا شوفوا كي جا، شوفوا هذا حتى هو هذا ولا هاد البنات شوفوا لي هادي تاهي. سهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. ولا شك عرفتوني اليوم فين انا جيت؟ انا جيت لارخص محل الورق الحائط ولا البابي با. اليوم ان شاء الله شتو هذا اللي كتشوفوه هنا في الحيط، غتاخذوا جوج رولوات ديال 10 10 متر يعني 20 متر ب 1000 ريال سولد ان شاء الله. كاينه تشكيله جديده ودخل جديد، هذا هو الجديد اللي دخل، اخر ما دخل في البابي بان باقي بالسلوفان ديالو. يلا تحطوا اللي كتاخذوا حتى ل 130 درهم للرولو، اليوم هذا غيبقى 70 درهم، من 130 ل 70 درهم، وعاد اراك ال 50 درهم للرولو، هادو كلهم كيبقاو ب 50 درهم ان شاء الله. غنوريكم الجديد وغندير لكم جوله كذلك على الاشكال القدامين، وغنوريكم ستيلات اللي شفناهم مجربين، حيت كنطاقي دائما لاباج ديالهم، كنشوف كل زواقه كيفاش كطلع. وهنايا تبارك الله هذه هي الزواقه، شوفوا لي دابا هذه هنا البنات، المهم انا جيت من الاخر، شوفوا لي دابا هذه الزواقه هذه كي كتبان هنايا عادية، ولكن تعلقات انا كان صحابتهم ديال 70 درهم البنات. شوفوا كي جات ما شاء الله، هي اللي دارت الفدوى في الافتتاح ديال المدرسه ديالها، شفتوا كيفاش طلع واعره، تقدات من عند فوزيه. ها انتم هنايا اللوينات اللي كاينين، غير تبعوني من الاول حتى الاخر، تيديروا التوصيل في كازا وفي خارج كازا. بالنسبه لاي حبار عندك كتعبري غير الحيط ديالك، الطول والعرض كتواصلي معاه، هي كتقول لك شحال يقدك من رولو، رولو فيه 10 متر في الواحد. اليوم كما قلت لكم صولد في واحد الموديلات معينه، اللي منهم هادو، ها انتم اللي منهم هادو جوج ب 1000 ريال، يعني 20 متر ب 1000 ريال. دابا بزاف كانوا كيتواصلوا من معاه كيقول لها اعطيني 4 متر، اعطيني 6 متر، الرولو فيه 10 متر، تعطيك الرولو كامل، ما كاينش 3 متر و 2 متر، خدي الرولو وانت غتخدمي، وداك الشيء اللي غيبقى لك راه غادي يبقى لك. اكيد عندهم الناس اللي متكلفين باش انهم يلصقوا لكم البابي بان ديالكم، كاينه حتى الكوله حتى هي، ولكن الكوله راه خارجه الحساب كذلك، وحتى الناس اللي متكلفين باش يلصقوا لكم، هو سهل اللي بغى يلصقوا راسو مرحبا، نبداو على بركه الله ان شاء الله. بالنسبه للعنوان انا غادي نعطيكم العنوان، حنا هنايا في سباته، هذا هو الشارع ديال الساقيه الحمراء، معروف سباته فين كيكونوا الطوموبيلات اللي كيفاش كيتسوق الطوموبيلات، كاينه ستاسيون توتال هذه بترومين، كاينه ستاسيون بترومين، كاين هنايا مول الحوت الشرقيه، هو هذا ها انتم، هذا هو المحل ديال الحوت الشرقيه، يعني غادوزو غير من الساقيه الحمراء، شارع الساقيه الحمراء سباته، فين كاين السوق ديال الطوموبيلات والمحل. اييه ها انتم ستاسيون راهي ورا هاد البلاصه، هادي ستاسيون، هاد الدخله ساهل النعت باين، حتى في اللوكاليزاسيون ديرو غير شارع الساقيه الحمراء مطعم الشرقيه، كاين هاد التوفيق، هاد شنو هادي بنكه ولا شنو هي؟ التمويل الاصغر، التمويل هادي ها هي، القروض الصغرى، والمحل هو هذا. بالنسبه لهاد الريدو راه ما كيكونش محلول، من هنا كتدخلوا ان شاء الله، تيحلوا طيله الاسبوع، كيحلوا طيله الاسبوع ما عدا يوم الجمعه ان شاء الله. والتوصيل كما قلت لكم كاين في كازا وفي خارج كازا، وحتى اللي بغى الجمله فوزيه كاين شي ثمن، حتى الناس تاع الجمله مرحبا بكم، حيت هما كيدخلوا ستوك ديال هذا البابي بان ولا هذا الورق الحائط. وتبارك الله ما شاء الله كيكون تفاعل في الفيديو بزاف، ودابا نيت يلا تلاقيت مع واحد السيد حتى هو جاي من تيك توك، الحمد لله يعني ما شاء الله الفيديو كيتلونسا زوين، لان الناس كتلقى هوتا، يعني كلشي ولا داير البابي بان، اللي عندها طلعت ليها شي صباغه في راسها في عود ما تصبغ الصباغ والروينه، يعني تبارك الله غير جوج رولوات ثلاثه كتبدلي الديكور ديال السيجور ديالك، وصحي وليداتك كذلك. شنو قلتي لي؟ صحي صحي، علاش زعما صحي البابي بان؟ شرحي لي. اييه يعني هو صحي، كيشرب حتى العرق كيشرب، وكتمسحو كيتمسح فوزيه كيتمسح. نبداو على بركه الله كيف العاده، وصل نصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا عنده، حنا بارك لنا الله في الفيديو ديالنا، ونقولوا بسم الله على بركه الله. كيدايره لاله فوزيه؟ وعليكم السلام. لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان؟ الله يبارك فيك. كي جاوك المتابعين؟ تبارك الله عليهم، تبارك الله، كاين واحد التفاعل ياك، عجبهم الحال، عجبتهم السلعه، الثمن، عجبهم
تمام. كيجو عندي خارج كازا من كازا. ايوا الحمد لله. والتوصيل حتى المغرب. انت خارج المغرب وبابي بيور في المغرب كان رخص ياك. في المغرب رخص سبحان الله. هانتوما اختي عندك رخص انتي عندك رخص. هانتوما الجاليه كتاخذ من هنا البابي بان هو راه كيجي من عندهم وكنردوه لهم حنا بثمن اقل. وداك السيد اللي تقدا دابا اللي جا من تيك توك شنو قال لي؟ داك الرولوات اللي خدا قال لي هادو خديتهم ماشي نصوبهم دابا، قال لي نخليهم حتى من بعد لا سهل الله في واحد الدويره باش نديرهم فيها. اي والله يسهل الجميع. ونبداو ان شاء الله بالهميزه اليوم اللي هو اللي تصولدا لجوج رولوات ب 1000 ريال، اللوينات اللي تصولدو ب 1000 ريال. ها انتم ها انتم الهميزه تاع البنات. هذا هو الكارت اللي تلونسا اليوم، جوج درولوات، جوج درولوات ب 1000 ريال، جوج درولوات، الرولو اللي فيه 10 متر و 10 متر هي 20 متر، هذا في الابيض وهذا شتو راه نفس الزواقه، هذا داخل فيه داك الغوج بغيك، هذا بلاصه الغوج بغيك كاين الابيض، ها انتم البيض راه هو اللي محطوط هنايا في هذا الحيط، شتو كيفاش كيجي؟ شو ما شاء الله كيطلع غزال. ها انتم البنات 50 درهم بقات فيه هذا الكرتون، باقي فيه لا موجود في ستوك. ها هو، واللي بغات ديروا مع السامبل ضروري غتلقى هنا السامبل ديالو. اللي بغات دير مثلا فاس سامبل فاس فاس هذا هذا بحال مثلا شنو يمشي مع اللو اللي غيمشي معاه تما ها انتم هذا هاد اللون هذا يمشي مع هذا. اللي بغات مثلا دير واحد الحيط سامبل وواحد الحيط بال هكا بالمزور شفتوه. كاين هذا البنات تخوادي حتى هو جوج درولوات 1000 ريال. هما شوفوا لي البنات هذا حتى هو تخوادي جوج درولوات ب 1000 ريال. ها انتم فيه هذا الازرق هذا وفيه هذا الخضر هذا، هذا عقلتوا ديك المره كان 50 درهم للرولو، دابا جوج درولوات 1000 ريال. بالنسبه للرولو شحال يدير لنا جوج رولوات فوزيه اختي؟ شحال يدير لنا طلعبه 3 متر على 3 متر، يعني جوج رولوات ب 50 درهم غيديروا لنا حيط ديال 3 متر على 3 متر. هذاك التخوات ديال البنات ها هو شتو كيجا؟ تخوات تخوات اليوم جوج ب 1000 ريال. ديري في شي حيط صالون، ديري في بيت النعاس، ديري في سيجور، واعره البنات ها هو كيبقى اليوم 1000 ريال. اه جوج رولوات، جوج رولوات ديال 20 متر. وبالنسبه للسامبلات راه كاينين بزاف، بحال دابا هذا راه يمشي مع هذا ها هو، ويمشي مع حتى هذا الازرق هذا شتو، هذا الخضر حتى هو يمشي معاه، حتى هذا اللون هذا الباج هذا يمشي معاه. هادو ثلاثه ديال الزواقات اللي تلونصا وعاد السامبل ديالو يمشي معاه، حتى هذاك حتى داك الباج يمشي معاه، هذا حتى هو يمشي معاه شتو. هادو كيمشيو ب 50 درهم. ها نتوما كاين كاين هادو هادو شتو كيفاش كيجيو؟ كيجيو بحال الكارو، بحال فيهم كاروات هكا كيبان لكم، وهذا الكارو راه كتمسوه في يديكم. هذا حتى هو جوج رولوات ب 1000 ريال. المهم هنايا 20 متر اللي بغيتي له مزوق، بغيتي له سامبل، هذا الشيء اللي تنوريكم ب 1000 ريال. ركزوا معايا البنات، هادو هي سولد، هادو سولد ما بقاش بزاف في ستوك. كاين حتى هذا، جبد لي هذا حتى هو البنات، هذا حتى هو 1000 ريال، حتى هو جوج رولوات ب 1000 ريال. هذا الزرق هذا شفتوا ومشي معاه السامبل هذاك اللون، هذا ما بقاش فيه بزاف البنات، هذا حتى هو ما بقاش فيه بزاف. جوج درولولات رولولات رولولات جوج درولوات كيبقاو ب 1000 ريال، اللي في كل رولو فيه 10 متر. كاينه هاد الزواقه، كاينه هادي جوج، وكاينه هادي ثلاثه، وكاينه هادي اربعه، يعني هادي فيها جوج الالوان، هادي فيها جوج الالوان، وهذا فيه لون واحد خمسه في المزوق السامبل راه فيه الالوان. كاين هاد الماغون هذا، كاين هذاك الكري. ها نتوما جيو نتوما للمحل من الاحسن وشوفوا اللوينات اللي بغيتو. كاين حتى هذا ما بقاش فيه بزاف، ما نوريش لكم، هذا ما بقاش فيه بزاف، اللي جرى ياخذوا بثمن اقل ان شاء الله. ها نتوما كاين هذا الازرق هذا سامبل، هادو حتى هما نفس الثمن، هادو 50 درهم. هادو نشوفوا الشكل ديالهم البنات، غادي ندوزوا للزواقه ديال الرولو ب 30 درهم. الرولو ديال 10 متر البنات، فيه 10 متر، وقلنا جوج ديال الرولوات يعني 60 درهم، غتصوب لك واحد الحيط اللي فيه 3 على 3 ياك، 3 على 3. كاينه هاد الزواقه هذه ديال الفريخات، ها هي 30 درهم، وتقدري ديريها حتى مع السامبل اللي شفنا قبيلات ديال جوج، ديال جوج ب 50 درهم، يعني فحال كيجي واحد ب 25 درهم، تقدري تاخدي جوج سامبل. كاين هذا كيجي هكا سماطي، وهذا الشيء راه كتمسوه، يعني هذا راه ملي كديري هكا راه كتمسي، حتى هو 30 درهم. كاين هذا داير بحال ديك الصباغه، اش كنقول لهذه؟ ديك الخيال ولا تحجرت ولا كيفاش كيقولوا ليها، هذا حتى هو سامبل 30 درهم. كاين هذا كيجي كاروات هكا 30 درهم. كاين هادي هذا 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 بيض، اه هذا سامبل بيض، اللي بغات البيض 30 درهم، شي حيط
ما فيك ما يجيب الصباغ والروينه والصباغه، غير انت راسك مثلا حيط ديال 3 على 3 راه يجيك فيه جوج درولوات، يعني 60 درهم هنايا. كاين هذا، هاد الزواقه هادي حتى هي، هادشي كله البنات راه حتى كيلصق عاد كيبان، حتى كيتبوزا في الحيط عاد كيبان. كاين هذاك الازرق هذا واقيلا مابقاش فيه بزاف، هذا مابقاش فيه بزاف، هذا بحالو تقريبا راه نفسه، غير هذيك فيه ورده بيضاء، وكاينه هذه الورده الموف. ها انتم البنات 30 درهم تهنيك من الصباغ ومن الروينه ديال الصباغه للرولو 10 متر، يعني كيف ما قلنا جوج رولوات 60 درهم تصاوب لك حيط ديال 3 على 3. بحال دابا هذاك الحيط تبدلي الديكور ديال السيجور، الصالون، بيت النعاس، بيت الجلوس، بيت الوليدات، تبدلي غير حيط كتبدلي الديكور الدار ديالك كامله. ها هو، وانا كنقول لكم هاد السامبلات راه تقدروا تلقاو هنا غير في هادو جوج ديال 1000 ريال، تقدروا تلقاو فيهم اللوينات في هادو اللي مزوقين. كاين هذا، كاين هذا، هذا ديال كاع السناكات د كازا جاو عندك. هذا في الحمام. انا شوفي انا غنحط لكم لاباج ديال فوزيه، الله ولات شويه مجتهده كتصور ليا، هي ما كيديروش ليها الفيديوهات الدراري ملي كيلصقوا كيديروا لها غير تصاور، وتشوفوا هذا البابي با هذا اللي في الكراطن كيفاش كيطلع في التركابه البنات. كيطلع واعر واعر. دابا نوريكم حتى في شي كسيل راه داروه، راني طاقيت لكم شي كسيل البنات داروه، حتى هما خداوه من عندها هكا داروه، جاهم حتى هما واعر فين كنصوروا. كاين هذا، هذا ما بقاش فيه بزاف، هنا كاينه واحد العزله ياك، هنا واحد هذا كاين رولو 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 اللي بقى تا هو 30 درهم، 30 درهم هذا الكارطونه هذه، يعني هذا الشيء كامل حتى لهنا 30. فين هو؟ تحت هذا. هذا حجار 30 درهم الرولو في 10 متر، هذا بحال شي دخله ديال شي باب مثلا. كيجي غزال هذا، شي حتى في الزنقه، ماشي في الزنقه يعني في الدروج على الباب ديالك على برا بغيتي ديري ليه ديكور زوين، 30 درهم. شنو هي؟ كتلصقي على الجهه ديال الباب ديالك من هنا ومن هنايا، حتى ملي كيجي عندك شي واحد كيدخل الدخله ديال الدار، يعني قبل ما تدخلي للدار لداخل على برا، كنهضر حتى على السكن اقتصادي، في الدخله ديال الباب ديالك تلصقيه كيجي غزال. انا حتى انا دايره بحال هذا الشكل هذا، كنت درته في واحد الجهه في الحيط في الدخله، داير عليه كانابي كيطلع واعر. ها هو 30 درهم. كاين حتى هذا حتى هو، شفتوا كيفاش كيجي؟ ها هو البنات عقلوا معايا، الله يعطيكم السر الله يجزيكم بخير، باش فوزيه حيت قالت لي كيجيو الناس كيقولوا لي هذا ب 30 درهم، هذا جوج ب 30 درهم، انا كل حاجه عازله عليكم بوحده. هذا اللي على الباب اللي هنايا كامل هذا، هذا كيبقى 30 درهم للرولو، هذا قلنا اللي هنا كيبقى جوج دراهم، جوج دراهم مشيتي فيها. هذا كيبقى جوج رولوات ب 50 درهم. وغادي ندوزوا لهذا ديال 1000 ريال واعر البنات، غنسبق لكم هذا حيت شفتو انا مبوزي في الحيط ديال شي كستيل جا غزال. هذا حلي يا ولدي، هذا هذا يجيك واعر في صالون، في بيت انا غنحاول نصور لكم اليوم ان شاء الله، عندنا لايف عند شي كستيل نصور لكم. ها نتوما سيجور صالون بيت النعاس خطير، هذا الباج هذا واعر، ها نتوما فيه هذا اللون هذا، عطيني الكري ديالو الله يرضي عليك، وفيه الكري ديالو هنا شي حيط ديال شي تلفازه، عرفتوا الحاجه راها محقوره حتى كتلصق عاد كتبان، حتى كتبوزا في الحيط عاد كتبان. شوفوا ليا ها نتوما هذا الباج وهذا الكري ديالو. كاين هذا داخل فيه هكا هذا الشكل، هذا 1000 ريال الرولو اللي فيه 10 متر، يعني 100 درهم دير لك حيط ديال 3 على 3. شوف هنايا كذلك هذا، شوفوا كيف جا هذا هكا رخامي، اييه هي هذيك الفرنسيه مخلطه مع العربيه. شوفوا ليا قالت لك افي عود، شوفوا ليا هنا هذا كيف حرش، دير فحال اللوله شفتوا. دابا هذا مثلا يمشي مع هذا، ها نتوما هذا هو السامبل ديالو. ها نتوما البنات شوفوا ليا، شوفوا ليا 1000 ريال، شوف شوفوا هذه الزواقه هذه كي جات، وهذا السامبل اللي يمشي معاها، هذه بحال شي غابه في الثلج شفتوا. ها نتوما شوفوا السامبل ديالو اللي يمشي، ماشي ضروري تمشي مع هذا، كتختاري انت اللي بغيتي. 1000 ريال هذا يقدر يمشي مع هذا، يقدر يمشي مع هذا، يمشي مع هذا، كاع اللي فيه هذيك اللمعه يقدر يمشي حتى مع هذا، ويقدر يمشي حتى مع هذا. شوفي انت شنو بغيتي، كلشي 1000 ريال للرولو. ها نتوما حطمنا الاسعار ديال الورق الحائط. شوفوا هذا حتى هو كيجي سامبل هكا، هاد الحروشيه راه كنمسها بيدي البنات. كاين هذا حتى هو شوفوا حتى هو يجي مع هذا اللي بغى يديروا سامبل. كاين هاد الورقه هادي ها هي، هذا راه فيه هذا اللون، ها هو داك جبتيه، شوفوا هذا اللون هذا حتى كيتبوزا عاد كيبان. شوفوا
كاين اللي كتمسوه بحال داك لقاه حرش، هادشي اللي كنمسوه كنمسو بايديا بحال هذا كنلقاه رطب. يعني نتوما وشنو الستيل اللي بغيتو؟ شوفوا دابا هذا السامبل ديالو اللي كيمشي معاه، يقدر يمشي معاه، شوفي انتي اللي بغيتي. كيجي هكا رخاني، كاين هذا، هذا حتى هو هادشي كنمسو في ايديا. هاد الشيء اللي هنا الوسط كله كيمشي ب 1000 ريال للرولو اللي فيه 10 متر. ها نتوما راه فيه 10 متر. نشوفوا هنايا كاين هذا، هذا يقدر يمشي معاه السامبل ديالو بحال هكا. تقدري تاخدي هذا هكذا، ها هو، وتقدري تاخدي هذا هكا. كاين هاد الكري هذا، ها هو، ها نتوما، وكاين هذا السامبل ديالو اللي بغات السامبل. انت حره ولا انت حر دير اللي بغيتي، يعني الشكل اللي عجبك تاخدو في السامبل. حنا كنوريوكم الزواقات، ها نتوما كتمسوا هذا كتلقاو هكا هاد الحروشيه. حتى الناس الجمله مرحبا عندهم ستوك، يجيبوا ستوك ديال بابي با. كاين هذا، شوف هذا كيف جا هكا سامبل، في هذاك الخطوط هكا ذهبيه برونز، هذاك اللي شفنا قبيله في الزرق ها هو واخا هذا الصفر. هذا شوفوا دابا بحال هذا الصفر كيبان لكم هنا عادي، ها هو هنا شوفوا كي جا. شوفوا هنايا ملي تبوزا في هذا الحيط كيبان، ولا ملي تحط في هذا الحيط كيبان بنواعر مفتوح. شوف انت دابا تحقريه مع ديك اللمعه اللي فيه، تحقريه بانك تلصقيه. ها هو الصفر وها هو الزرق ديالو، شوفوا الزرق ديالو كي جا حتى هو، شتي جا واعر حتى هذا. الصفر ما كانش، يلاه جا بهيجه فوزيه الصفر، يلاه جا ما كانش كان. المهم انا يلاه رديت له البال يمكن حيت بنتي بينتيه ليا في الحيط. تقاده في الاول هكاك، حيت انا في المره الثانيه ما بانليش. كاين هذا اللي سامبل هكا، هذا تا هو بزاف تقداوه الناس، هذا سامبل شو كيفاش كيجي. وكاينه هذه، هذه الزواقه الكلاسيكيه ديال بابي با. اول ما بان بابي با بان بهاد الزواقات هادو. كاينه هاد الزرق دي فيها الالوان هادي، وهادي ما شاء الله كما قلنا الزواقه الكلاسيكيه، هي البلوغوا ديالها. وتا هو في الحطه كيطلع غزال. هذا راه ماشي هو، هذا راه انا دابا قلت لي واش هو، ياك فوزيه اختي ماشي هو، هذا خفيف عليه اكثر عاوتاني، وكيمشي مع السامبل ديالو. باقيين حنا في 1000 ريال. شوفوا هذا ولا هذا كيحمقوا، رولو ب 1000 ريال، الرولو اللي كتاخذوا ب 130 درهم، ياك فوزيه اختي 130 درهم. هادي تبارك الله، حنا نعطيو غير اقل ثمن 130 درهم، كتاخذوه ب 1000 ريال الرولو اللي فيه 10 متر. ها نتوما شوفوا هذا هادي ماشي ديال الشينوا قلتي لي، هادي ديال اوروبا. شوفوا البنات هاد اللي شوفوا هذا حتى هو الكلاسيكي. كاين هذاك اللي فيه ديك اللمعه، ها هو، وكاين هذا. شفتو كيف جا؟ دائما 50 درهم. هادي حتى هي السمكه قلتيها لي. شوف هذا حتى فدوه درتو في المدرسه، هذا جا غزال. شوفوا تبارك الله، هذا سناكت الحوت هكا كيف ما درتو فدوه في حمامات، حتى في مثلا شي بلاصه في الكوزينه عندك، مثلا كوزينه فيها واحد لاكور قريب ولا هذا، هذا غزال. هذا حتى هو فيه هكا المطبخ حتى هو. شوفوا هذا غزال، هذا وراه ما تيبانش كيف ما واخا كيبان اللون مغلوق، راه طلع الفدوه زوين واعر. غير رجعوا الفيديو غادي تشوفوه في المدرسه. كاين هذا، هادو السامبلات. شوفوا هذا كيفاش داير، هذا راه دوغي، فيه هذا الكحل، فيه هذا الكري مغلوق، فيه الكري مفتوح. هذا هي المحلات ديال الحوايج يجي زوين بصح، هو هذا الكري خاص للناس اللي كيديروا محلات الملابس، سواء رجال نساء اطفال. شو هادو كيجيو هكا سامبل، هادو كلهم تيبقاو اليوم 1000 ريال للرولو اللي فيه 10 متر. شوفي انت غير العبار اللي عندك، تواصلي مع فوزيه ان شاء الله راه تعطيك هي بالضبط العبار اللي غادي يقدك. قلنا جوج درولوات ديال 10 10 كيديروا لنا حيط 3 على 3. ها انت شوفوا هذه حتى هي معرق هكا، وهاد الحروشيه راه كنمسها بايديا. كاين هاد الازرق هذا هكا، شوفوا ما شاء الله، هادو كلهم تيبقاو ب 50 درهم. دابا غنمشيو لديال 70 درهم للرولو اللي يلاه جاو. هادي اخر كوليكسيون دخلات لهنايا لعند المحل عند فوزيه، اللي باقا ما درتش، باقا ما درتش السميه المحل.
نسميوه بابي بان فوزيه. صافي بابي بان فوزيه. لازم كيما قلت لكم السيدات اللي كتجي وتلقى تلقاو فوزيه تاخذي راحتك توريك توريها، مرحبا بكم عند فوزيه البنات. نشوفوا هادو نحلوا هكا باش البنات. هذا من الجديد اللي يلاه دخل في البابي بان، واعر واعر البنات. هذا شوف شوفوا هذا اللمعه اللي فيه شتو، وهذا الشيء الحروشيه راه كنمسها بايديا. ها انتم هذه الحروشيه كنمسها بايديا. شوفوا كيف جا هذا ما شاء الله. شوفوا الكري ديالو، شتو ها انتم الكري ديالو كيفاش جا، واللمعه اللي فيه ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. راه كاين السامبل ديالو بحال هذا، السامبل ديالو هو هذا شفتوا. هذا حتى هو راه فيه 10 متر على 53 في العرض. هادو كلهم يلاه جاو هادو ب 70 درهم باقين بالميكات ديالهم. حل لي هذا، شد لي هذا الزرق هذا. شوفوا هاد السياج شحال جا غزال، حتى هو في شي صالون بيت النعاس. هادشي راه كنمسو بايديا. السمك ديال الخيط، السمك ديال الكارت، حيت كيكتبوا لي لا ماشي مزيان لا هذا. جي انت اختي مسي، والناس اللي خداوه والناس اللي علقوه عافاكم، كتبوا لي كيف جاكم وكي جاكم منين لصقتوه. كاين هذا الشكل، كاين هادو. شوفوا هادو على ستيل طابلو، هذا شوفوا هذا هاد الشكل هذا على ستيل طابلو. ها هو كيحمق، ها هو 1000 ريال. هادو 70 درهم، ال10 على 53، 10 متر على 53. هذا حتى هو حمقني ها البنات. شوفوا لي هذه حتى هي كي جات ما شاء الله. شوف شوف كتحمق. هذه من ديال 70 درهم بحال سيل طابلو. هذا جا كري نوار وفيه هكا هنايا، هذا راه برونز. وهذا الشيء راه كنمسو، هذه الحروشيه راني كنمسها. هذا شكل، ها هو هذا كي جا، هذا بحال شي طابلو، هذا بحال شي طابلو مرسوم. ها هو حتى هو كيطلع غزال. هادو كلهم لوينات اللي جاو جداد، غتلقاو شي حاجه محلوله شي حاجه ما حليناهاش. شوفوا هذا حتى هو كيجا، شوفوا هذا باش بلا ما نكرفسوا ليهم البابي بان ديالهم، حيت هادشي كيتحل راه كيخسر. ها نتوما باش تعرفوا حتى لا مارك اللي كتستعملوها، ما تخافوش منه برد شتا صيف. بالنسبه اللي بغات ديروا عن تجربه، يكون غير الحيط ديالها ما فيهش الرطوبه، ما فيهش الغموله، ما فيهش داك كنقولوا رسول الله كنقولوا الميديتي، يكون ناشف وتكون الصباغه ما تكونش زيت، تكون الصباغه مات، تكون هذيك اش كيقولوا ليها كاع، شنو ديك الصباغه اللي كتكون كواتشو، تكون كواتشو، تكون هذيك الصباغه الحرشه، وغادي يلصق لكم وكتمسح كيتغسل كلشي. واخا كتسمعوا كيتغسل، راه غير برودوي دابا اللي كاين ترشي عليهم تمسحي بحال هكا من الاحسن باش يبقى لك مزيان مده طويله. شوفوا هاد الزواقه هادي، شوفوا هادي، شوفوا كي جات شدها لي هكا على حساب الاضاءه. شوفوا هادي في الزرق كيف بانت فنه ما شاء الله. ها هي وهادي بين لي هاد البلديه. انتوما شوفوا البنات هادي حتى هادي فنه تجيها. شوف هادي حتى هي مع خدات البرونز حتى هي تجيها في وسط الدار. ها انت شتي حتى هادي واعره هادي البنات، واحد السيد كيتقضى وكنعاونوه. شتو كي جات هذا راه فيها هنا برونز، نقرب لكم باش تشوفوا. شوفوا هنا هادشي راه حرش، يعني كنمس هاد الحروشيه هادي. هادي حتى هي كتجي غزاله خفيفه، كتجي غزاله في الشوفه. المهم البنات كاين بزاف، جيو نتوما. بالنسبه للناس اللي بعادين على كازا راهم تيديروا التوصيل، غير شويه ديال الصبر ان شاء الله كلشي يستافد وكلشي يوصل لكم. شوفي غير اللون مثلا، انا شي حاجه وريتها لك، تعاود فوزيه تصور لك وشوفي العبار، عطيها غير العبار انت اللي غادي يناسبك، وهي غادي تقول لك زعما تعطيها العبار ديال الصالون ديالك، هي غتقول لك شنو غادي يناسبك. بالنسبه للسامبلات حتى هما كاينين، ديك الكرتونه فين هي؟ ها نتوما راه باقين هادو حتى هما السامبلات هنا شتو، حيت باقي ما حطوش كلشي. هادو كلهم سامبلات، كاين حتى هذا اللي كيجي على هذا الشكل. شوفوا هذاك شحال كيجي زوين، شوف عرفتي هذا كي غادي يطلع، غيطلع خطير. نحلوه، حلينا هذا، هذا زوين حتى هو سامبل، غيحلوه نطلقه. كاين هذاك اللي شفتكم في الزرق، ها هو في الخضر ديالو. هانتوما شوف فوزيه راه ولات خدامه على الانستغرام. شو هذا كيفاش جا، هذا حتى هو غزال، هذا حتى هو واعر هكا بيت نعاس، في طادولي في السيجور في صالون غزال. هذا حتى هو سامبل زوين، حيت اي حاجه حتى كتصوب عاد كتبان. يعني شوفوا هنا اللي في السقف، يعني الحاجه حتى كتبوزا عاد كتبان. البنات ركزوا معايا هنايا ان شاء الله 70 درهم، هنايا هذا الشيء كامل هنايا، وهنا 50 درهم، هذيك البلاصه 30 درهم، وتماك جوج ان شاء الله ب 50 درهم. لهنا غادي نختم الفيديو ديالي، ونتمنى ان شاء الله الناس اللي ما استافدوش يستافدوا في هذا العرض. هذا هادو حتى هما راه ديال 1000 ريال. شوفوا هنايا الزواقات هذه شفناها، هادو السامبلات. كاينه حتى هذه كتجي بحال اش كنقولوا بحال الخيال، هاي
تبغي الخيال ها هو، لا ما تصدعي راسك وتصبغي، جات في هذا الباج هذا. هذه حتى هي كتمشي 1000 ريال للرولو. لهنا غادي نختموا، غادي نقولوا لفوزيه شكرا فوزيه على الاثمنه اللي كتعطينا، الله يعطيها الصحه، وتنتوما بصحتكم تستاهلوا. والحمد لله ملي كنشوف المتابعين ديالي كاملين في لي باج كاملين، لا في تيك توك لا في انستغرام لا في اليوتيوب لا في فيسبوك، كيستافدوا من الهميزات والهوتات اللي كنجيبوا. اكيد فين ما كنمشيو حتى غتلقاو العثمانيات. يلا البنات بصحتكم وبسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله في امان الله. سلامه.